عمي. وانا انا ليه زغطي مرت عمي زغطي ايه زغطي الاول بعدين تعرفي ليش. هاي طيب لا 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 ليش مرافعه طب مرت عمي وده هي اضح من قرقيع قلبك. ما بعرف زغيت شفتني بشي مسلسل عم زلغيت بتذكر حالي من خمس نجوم ما زلغطت. طيب اعطيني حلوان ما في داعي للزلغوطه. حلوان ايه هاتي الحلوان بعدين تعرفي. لا زلغوطه اهون لي لو كان بدي حلوان بشرة حتى لو زلغطي. لك تتقطع كل هالقد الشغلة بحرزك. أنت ما تصوري مرت عمي أنت ما تصوري. روح لكان لعند أبو شهاب جيب الحلوان وخبرني. لا مرت عمي ما حذرتي حلوان على حسابك. على حسابي ما رح أجيب شي حتى لو دبت الروح بعظام جدي. لا تتعب حالك. معناها ما رح لك مرت عمي ما رح لك. لك وين رايح تعال لا تتلفي أعصابي. ما في حلوان ما في بشارة. في حلوان في بشارة. لك يقطع عمرك شو كبير راس. لا مو بس راس انشي فيك كبير. عم تضحك عم تضحك مرت عمي بشري لبشري. رايحة عند ابو شهاب جيب الحلوان وارجع. انا بانتظارك مرت عمي. لا تقول لحدا قبلي ما بتدوقوا للحلوان. ايه كسرنا الدف وبطلنا الغني. شو ما في دراسة؟ أنا بيني مادي وبتخرج. بعرف ما دام بتعرف مو على كيفك نط جيب لي الكتاب. نطي انت بالأول عند أبو شهاب جيب الحلوان وداعي. ما رح نطلع عند حدا ما تنط وتجيب لي الكتاب. لك جيب الحلوان بس نعرفت البشارة رح زدتي كل الكتب. لا حبيبي ما رح زد كل الكتب حتى لو كانت ورقة يا نصيب اللي بجيبتك ربحاني 50 مليون ليرة. أنا بدي صير دكتورة. ليشك عم تحكي معي ميسون؟ أنا بحياتي وقفت ضد مصلحتك شيء؟ لك انا قلعي نطل عند ابو شهاب جيب الحلوان بتاعي. سالتي لي عافيتي ميسون سالتي لي عافيتي. حلوان شو؟ حلوان البشاره. البشاره محرزه؟ حطي كل مصرياتك محرزه كثير. طيب روح على الكذاب لورا الباب. باي باي. وين رايحه؟ جاي ماما جاي. هات البشاره. جايبين حلوان بالاول مرت عمي. اخدو شو شايفني رح اكله عليك. الله انت جبت لك راحه بتقبلي فيها مرت عمي. لك راحه حورانيه هي مو حي الله راحه. لك هلا حورانيه ولا مو حورانيه شو فرقي؟ تعرف المثل اللي بيقول شو فهم الحمير باكل الجنزبيل؟ بعرفه. والمثل اللي بيقول شمموا الحمار ورده قام قرطان؟ بعرفه. هدول كلهم ما رح اقول لك اياهم لاني بحترمك كثير. انا بتطلع على المريخ ما بتلاقي مثل هي الراحه الحورانيه. خلاص شو بدنا كل الحكي؟ كل الراحة راحة وكل الحلاوة حلاوة، شو قبلة ذرية يعني؟ غلطان، كل مدينة ولا شغلة، الراحة لحوران والحلاوة لحمص والشينجليش للادية. وحلاوة؟ دبس الفليفلي. والداية؟ أثروا وتضايقوا شي مرة بحياتك أنت. لا مو ضايقوا. آه، راح نص عمرك بالنص. ولا حسيتي مرت عمي؟ هلا لا تفتح معي تحقيق، هات البشارة وخلصني. الدكتور أحمد فدان انجلط. لك شو شايفني بنبسط لمصايب الناس؟ هات لوديها لابو شهاب. لك شو توديها ما توديها مرت عمي؟ شو توديها ما توديها؟ شو نسيتي؟ لازم تنبسطي انت اللي جلطتي. انا؟ لك ايه السنة الماضية ضليتي شهر عم تدي على الرجال. احمد فدان؟ ايه. مات شي؟ لا عالجوه. ايه اللهم لا شماته، كان مثل لوح الازاز بحلقنا بدون ما نعمل له شي. انا مبسوط بس مو لانه انجلط، لانه انزاح من طرينا. صدرت ميسون شي؟ لا بس تجيب الحلوان. نبيل إلك ولا لدي؟ قصد دي مرت عمي. أنا بدي بشرها. بشريها لعيونك. فوت لجوا. ماشي. والله مرت عمي بدي تقرط حلوان علينا هون. طب مسلي معناتها نبيل لسه ما بيعرفني على حقيقتي. العرس الصرحة غير مبارحة. قصدك الفيل. طيب هيك حتاخد الحلوان بدون ما تقلي شو البشارة؟ امك رح تقلك اياها. امك رح تقلك اياها. هي الراحة تبعطيها هي انه هي رح تبشرك.
يلا أعطي. طيب. لك شو راحت عن مرجي؟ ليش تأخرت لهلا؟ ماما ليش واقفة هون؟ واقفة هون عم بستناك يا هاتي الحلوان. نبيل عم يستنى الحلوان كمان، وين تجيب أنا؟ خلاص نبيل عطاني البشارة إلي، أنا هلا بدي بشرك. تفضلي. شو ها صفت راحة؟ وحيا الله راحة حورانية. حورانية ولا شامية؟ من وين من كانت تكون؟ قطر جمدان. لا تغلطي ماما، روحي على المريخ ما بتلاقي راحة حورانية. المريخ ما في لا بسكوت ولا راحة. روحي جيبي حلوان محرز مشان لأنه البشارة كمان محرزة. قولي البشارة بالأول، بدي ضل رايحة جاية بالحارة سري مري. لهون مالك فوتي لحتى تروحي عند أبو شهاب وبوشك لعنده. هاتي لشوفه. بدهم يضحكوا علي بصفة راحة، على صفة راحة. لقيتها بس ما رضيت تاخده، قال بدها حلوان محرز. الله يخليك بالبول، اعطيني الحلوان اللي جبته وخلصني بقى. شو قالت لي؟ قال هي ما بتعترف بالراحة. لك 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 يخرب بيت الحماية، شو داهي زكي؟ شو عم توتويس؟ اعطي. منيحة امي؟ ها؟ هذا حلوان بفشه للقلب. ايه الحمد لله، شو البشارة بقى؟ دكتور احمد بدا. الهي الهي سيدي مولاي، بسيبه فالج وحمى سبع اشكال، كل ما بيطيب من حمى بتطلع له حمى جديده. سمع منك بس مو فالج، جلطه. لا عن جد؟ عن جد. يعني انا مو شماتي بس ما بنجع غير بهالطريقه. نبي بالبول. نعم طمني. نحن يلي لبسنا للارنب بروتين هو عم يرقد. وجع. شو عملت؟ مو إلك للأرنب. هاي عم تطحن. شو قصدك مرت عمي؟ لا تبقى تغبر علينا مرة تانية. ما فهمت عليك يا مرت عمي. ما راح أفهمك أكتر من هيك، ما بدي أحرجك. خلصنا أمي، أخدتي الحلوان وخلصنا. ما بكفيني أنا حلوان، بدي حلوان كمان تاني. مشان شو حلوان تاني مرت عمي؟ كمان أنتو لكم عندي بشارة. بشارة شو؟ ما راح أحكي إلا لأخذ الحلوان. وهي قاعدة منيح هيك بعدي. هي لحظة هلا بتستلمي. شو هي البشارة؟ هلا بتشوفي لما جوزك بيجيبه للحلوان. سيكي مرت عمي. شو هالصفات راحة؟ حورانية هي من المريخ، ما في منها مرت عمي. الراحة بلا بسكوت ما بتتاكع. لك انت مش شوي جبتي بلا بسكوت يا مرت عمي. انا قلت لحالي بتجيب انت البسكوت وانا بجيب الراحة، جيب انت هلا البسكوت. طيب راح جيب البسكوت. ماما ما بصير هيك، الشغلة لازم تكون رمزية. قلنا له جيب بسكوت مو بتفوري. مسكي مرت عمي، شو البشارة؟ اليوم الصبح سمعت لك الأخبار، بتعرف شو قالوا؟ شو قالوا؟ ميزانية الدولة السنة ما فيها عجز بنوب بنوب. أنا محطة قلوة مرت عمي؟ بكل المحطات. الله أكبر الله أكبر، الاقتصاد الوطني وقف على رجليه، وقف على رجليه. وين يا هي؟ وين خبر وجيه على ذكر. يا ماما ولا بمحل، شو بيعرفني انا بهالشغله؟ انا حتى لو سمعتها ما بفهم فيها. لك من وين جبتي الحكي؟ من عندي على طول، لانه بسمعوا بيحكي بالمواضيع الاقتصاديه. قلت لحالي يا بنت شو عليه، رجعي هالصفات الراحه اللي خسرتي. ماما صحتين، بس لو قلتي له كان عطاك اياها بدون بشاير. انا هيك اللي بجرب يبلصني ببلصه اكثر. روحي جيبي لي شويه رز من عند هيفاء. ليش؟ بدي اعمل رز بحليب بهالمناسبه. ماشي. وينك وينك؟ بطريقك مري لعند ابو شهاب، حليباته كتير زراف اليوم، جيبي لي كيلو حليب وحاسبي انت. وجع. الف مبروك حبيبتي، منا للاعلى ان شاء الله. ايها حياك فرحي. الله يبارك فيك يا هيفاء. صحيح انا يمكن اكون غبي، ما بقول لا، مو متعلم اي نعم، بس بالاصول بفهم. شو قصدك؟ شو قصدي؟ ما بصير تهنوا بعضكم لانه الاستاذ تبعك انجلى. عجوه، نحن مو فرحانين يا انه انجلط، نحن فرحانين يا انه ميسون بدها تنجح. ايه بتستني لحتى تنجح بتهنيها، مو هلا، هلا مبين كانه فرحانين لانه الاستاذ انجلط. ماشي الحال، هيفاء هاتي الرزات. حبيبتي روحي انت جيبي الحليبات وانا بلحقك فيهم، يلا قوام حبيبتي. عجوه
ويه عجوة حبيبي ليشك انت؟ قومي ادعب لي لبن وهاتي لهون. لك في مناسبة، تعرفيني أنا بساوي رز بحليب بدون مناسبة. اليوم الساعة 6 طبعا لازم يجي جوزك. شو هو غريب؟ أنت ما بتقدري تجي؟ ليش؟ شو في بانيان؟ طيب عطيلي وينك نزيها كيلو سكر مع جوزك، مخلصة السكر أنا. مع السلامة. انطمزي، بدها تعمل معي تحقيق على التليفون. ايدك يا ابو سامي، الف مبروك امي، واخيرا تحقق حلمك. يا كم واحد بدنا نعمل رز بحليب؟ دوبريني مو عازمين نحن حدا غريب، اخواتك واسرتك بس، ابو الغصن طول عمره الرجال موقف معنا. انا بساوي يوم. عدي معي يا عمي مرسوم. تفضل عمي ابو الغصن. التهاب في الزائدة الدودية. واحد. التهاب آخر في المرارة. اثنين. بحصة في الكلية اليمنى. ثلاثة. تمزق في الوتر الوحشي في الركبة اليمنى. أربعة. تمزق آخر في الوتر الأنسي في الركبة اليسرى. ما شاء الله ما شاء الله. كان يا عمي أبو غصن شو حاوية أمراض؟ أنا مجمعة لميسون، قلت ما بدي نفع دكتور غيرها. بس أنا عمي أبو غصن ناوي أختص دكتورة نسائية إن شاء الله. وأم غصن معها نفس الأمراض، زيدي عليهم التخلف العقلي بيصيروا ستة، كمان محرض علي إنه تروحي عند دكتور لبين ما تتخرجي أنت. أبو غصن، ميسون بدها تختص بالأمراض النسائية مو بالنسوان. إذا تقول فول، تأشر بالعدول مرت عمي. بنتي ميسون بصمته بصم للمنهاج. لو ما الدكتور احمد فدان ما تحطيت عليها كان من زمان اخذته للامتحان ونجحت فيه. ولنفترض انه الدكتور احمد فدان رجع على راس عمله بعد ما طلع من المستشفى، شو فائده هالحفله يا مرت عمي؟ مستحيل. مو بس نحن عم ناكل رز بحليب، الله الكل عمال بياكل رز بحليب، كل الدكاتره بالقسم تبعه بياكلوا رز بحليب، كل عم بستنى بس يصلوا شيء للدكتور احمد فدان عشان يستلموا مكانه. من الافضل التاكد. ما راح يرجعوه، وإذا رجعوا بده شهرين ثلاثة نقاها، بعدين بكون أنا خلصت فحصي. طمنيني، شلون لقيت يا رز بحليب؟ طيب، بس مدري ليش كنت كل ما أحط ملعقة بتمي غص فيها. وأنا نفس الشي، كل رزاي كانت بجوزتي هون توقف مثل الجوزة. مبينة مو طالعة من نفسها يا أمي. ليش أمك حاطة شيء كل واحد جايب له غرض؟ مو هذا السبب. يا كان شو السبب عجوي؟ السبب الخازوق اللي عم يستنانا على الكوع. خازوق إيش؟ شغلت لي بالي. يا فيفو، هاي حال الدنيا، يلي بينقص عندك بيزيد عندي، واللي بيزيد عندي بينقص عندك، ما في شيء بيجي من الهوى. ما فهمت عليك، صاير كأنك عم تفكر اليوم. الإنسان يعني أنا بس يشوف المصيبة وينحصر مخه بيشتغل، وهذا اللي بيميزني عن الأحمر. هو علينا، إيش جنيت خلينا ناخدك على العصفورية، وإيش لساتك بعقلك لا تحكي بالألغاز. لا لا حبيبتي روقي، أنا رح فهمك، الدنيا هيك، واحد بيتخوزها الثاني بيستفيد، الثاني اللي استفاد واحد من وراه بيتخوزها. ساتني ما فهمت. رح فهمك هلأ. أحمد فدان اتخوزها مين انبسط؟ ميسون. بس مو يا انه انجلط، قلت لك يا انه بده تنجح. لك يا روح يا، اصلا لو الدكتور ما انجلط بحياته ما كانت ميسون نجحت. صدفه عجوي. لا صدفه ولا شيء، رح فهمك هلا. ميسون انبسطت، مين اللي تخوزها؟ ما حدا. لك شلون ما حدا؟ نحن تخوزنا. كل هالقد بتكرهها يا ميسون؟ لك ما بكرهها، بس امك ما حطت شرط علينا وقالت لنا انه بس تتخرج ميسون نفضي الغرفه. ايه والله. يو أنا نسيت منو بهالشغلة. لك بدها تعملها عيادة للدكتورة. إيه ميسون ما بتقبل. بتقبل ميسون ما بيهمها غير مصلحتها بالأساس. عشوي خليها على التجلي، ما بدنا نتلبك من هلا، بعدين بركة بدها نغيرت رأيها. شوفي لقلك، شي بدنا نتلبك نتلبك لأنه فات الأوان. أنا هلا ما في غير شغلة وحدة شغلت لي مخي. الخازوق يطرق الباب، قصة عجاج الطحل وعقيلته، تأليف عفراء البرعط حماته، إنتاج أبو حازم. نبيل
شوفي لساتك فايقه، لك سلتي لعافيتي كل ما بقفل تقولي نبيل شوفي غير نومتك عم تشخر كثير، بدي اعرف ركز لك الله مشان شو دراسه انت مو بصمتي للمنهاج بصم بصمته صحيح بس ما بيصير شيء اذا راجعته طيب صفري لي ببطل بشخر ماشي ماشي لك بيع الساندويتش الساعة 6 ليش عم تفقيني هلا؟ ليش حضرتك ما عندك واجبات غير بيع الساندويتش؟ كل شغلة لازم اقول لك عليها انا. لا مو ضروري تقلي عليها، وكمان مو ضروري تزوريني. انا كل مرة بجي بدي اقول لك، بس بلاقيك يعني مو متحمسة للموضوع، ويا ولد لا تغصبها غصب. لك شو غصب ما صار؟ شغلتك هي ولا مو شغلتك؟ شغلتي بس ما بدك تكوني موافقة. مو كل مرة بدك موافقة خصوصي، هي انت شغلة لازم تعرفها لحالك. انا بعرفها، بس كمان انت في شغلات مطلوبة منك لازم تساويها. لك انا المطلوب مني عم اعمله من امبارح الظهر، نقعد لك الحمص يا حبيبي، كمان بدك يعني اطحنهم وقليهم وافتح الدكان واغلق الدكان وبيع سندويش. هلا كل هالحكي كان مشان الحمص؟ ليش في شغلة تانية فيقك مشانها بعد نص الليل؟ طبعا في، لك انا رجال انا، لك انا وقت كانت توز الناموسه من قدام ابني بعز نومي كنت اسحب السفن توك تبعي، يعني الموس الكباس ادحى جيبها من الصين. لك انا تبع الهدي برتي، فهمتي ولا لا؟ مو على دوري الهدي برتي، على دوري بتضل الناموسه تزن زن باذنك شهر، مالك حيل تقول لك كش. صباح الخير. صباح النور ماما. جيت فيقك مثل ما وصيتيني. يسلموا ايديك. لك في حدا صافي في التراكتور تحت شباتكم؟ لا لا هذا نبيل. ليش ما بيطفي الموتير شيتو قبل ما ينام؟ لا طلقيه. يي ماما اذا كل وحده بدها تطلق جوزها لانه عم يشخن بنصير بلد الارامل نحن. لك ما عندك روح النكته، عم بمزح معي. جيبيلي. شبن عجاج، ساويت لك القهوة مشان تصحصح ولساتك عم تسهى. خفيفة حبيبتي، امبارح طول الليل ما حسنت نام. مشان الغرفة؟ ايه مشان الغرفة. بس ميسون تتخرج امك بدها تكب لنا مي باردة. لا تكون قليل دبار عجوة، شو على كيفها تكب لنا مي باردة؟ نحن مستملكين مثل أي مستأجر بالعقد، يكا. لا حبيبتي فيفو ما بصير هيك، نحن في بيناتنا اتفاق. وين الاتفاق؟ يما تلاقيه تعطيه للقاضي. لا لا فيفو شو الحكي، ما بيصير عيب هيك، بتزعل بعدين يا كان نصفه انا وياك بالشارع احسن، خليها تزعل. اهلا ميسون، تفضلي تفضلي شربي كاسة قهوة. لا مستعجلة، بدي روح شوف مين حطه بدال الدكتور احمد فدان. عم هوني لكن يا عمي، لكن من هلا بلشت تشوف حالي علينا. مو شوف الحال عجوة، بكون مستعجلة عن جد. لكن شو مستعجلة ما مستعجلة؟ هلا شفت قهوة رح تأخرها. حاج عجاج يعني منيح ما قبلت، لو قبلت كان عنا قهوة نسيها. لكن منين جبتي القهوة؟ كان عنا ملعقة بصف للأطرامية، ساويناها وخلصت. وإن شاء الله ما في عنا لبن مدعبلة. دعبلت لك يدعبلوك. ميسون 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 اهلا صهري، رجعت؟ مين عامل هالمسخره هاي؟
ليش مسخرة؟ أنا جبت خطاط عمل لي إياه. وما فهمتين خريجة جامعة دمشق؟ ليش؟ لأنه مكتوب خريجة باريس ولندن ونيويورك. أنا قلت له بدي أعمل لها دعاية، إذا بدي أحط جامعة دمشق ما حدا بيجي لعندها. يكون بعلمك مرت عمي، أحسن أطباء في هالبلد خريجين جامعة دمشق. هلا بدك تقلي إنه اللي هون بيفهموا أكثر من برا؟ بيفهموا مثل برا بالطب، وأكثر من برا بأمراضنا، على الأقل بيعرفوا شو بنمرض، شو بناكل، شو بنشرب، وهذا الشيء بخليهم يفهموا فينا أكثر من الدكاترة متخرجين من دول بسكوت. لك ماشي هالحكي بتكتبه بالقرمشيتك، بالقرمشيتي بدي اكتب على كيفي انا. ليش مستعجل مرت عمي؟ استنى عليها حتى تتخرج على الاقل. بينما تتخرج منعلق القرمه، منربي لها كم زبون، بتتخرج بتبدا الشغل مباشره. طيب انت بدك حل الموضوع مع ميسون مرت عمي. اه وين رايح؟ بدي فوت ارتاح. علق لي القرمه انت وعجاج، بدي ترجع ميسون تلاقيها معلقه. وين؟ برا. وين يعني؟ انا جبتها حتى خصوصي على البرميل يعني برا. أهلاً نبيل عديل. أهلين. اختصاص نسائي. أهلين مرت عمي. عجوجة هات العدة وساعد عديلك حبيبي قوام. هيفاء هات العدة. بدي لبقى لشوف شو بدي علقها. شو عم تعمل عندك انت؟ تعلق الأرض فوق البوابة. مو هون نحن بدنا نعلقها. لكن وين؟ فوق العيادة. وين العيادة؟ هون بيت هيفاء. تعي فيفا تعي. تعي شوف المسلسل تبع الخازوق اللي لف الكوع. نحن ما بنطلع من الأوضة أمي. شلون ما بتطلعوا؟ حطيت عليكم شرط انا ولا ما حطيت؟ يعني ميسون بنتك حبيبتك وانا بنت البطه السوداء المنبوذة اللي بنسوها بالغابه بتصير تبكي. ليش التمييز؟ امي ليش التمييز؟ بطه تنقرك نقر، انا ما عم ميز، كلكم بناتي، بس هي من لما اخذت البكالوريا، انا وعدتها قلت لها بدي اعمل غرفه هيفاء عياده الي، هي اجرتها لانه تعلمت، هيك بتفق انا وياكم. اه اعطينا غرفه الضيوف يا كات. لا يا مشان يسود وشي اذا اجاني ضيف انا. لك يا مرت عمي، يا مرت عمي الضيف اي غرفه بيقعد، ما في مشكله، مو شرط غرفه الضيوف يعني. لا عيني لا، انا ضيفي بده يجي معزز مكرم ياكل ويشبع ويتبهنك وينبسط مثل الضيوف حاتم طي واشبق. ونحنا نموت من الجوع ونسكن بالشوارع مشان ضيفك ينبسط. لك ليش بالشارع؟ بس يخلص دوامه ميسون بتناموا بالعياده. شو شايفتيني انت يعني؟ ما شفتي كل يوم طالع تخت وفوته؟ لك انا التخت ببيع لكم اياه وبشتري لكم فرش اسفنج بالنهار بتحطوه على السقيفه. وبالشتا وين بدي يروحوا؟ بيجوا بيقعدوا عندي بالنهار بالمطبخ. مين قال رح ازدكم؟ انا مالي موافقه، خلي ميسون تسكن بالمطبخ. جيب لكم الشرطه يعني لحتى تطلعوا؟ مي الشرطه معنا مو ضدنا، يا انه نحن مستملكين يا انه. هيفا. نعم امي. قربي ابنك. ايه مرت عمي شرمتي لقدنا شرم على القوان. عالم ما بتجي غير بالصرمالي. معون حق الجماعة مرت عمي، رح يصفوا بالشارع. ما حدا حيصفى بالشارع، انا معقولة خليهم يصفوا بالشارع، بس انا قصدا قلت هيك عم هددهم تهديد مشان عجاج يحس على دمه ويروح يلاقي شغل مثل العالم والناس اللي عم شو تنبال. لك شغل ايش؟ شغل ايش مرت عمي؟ اذا ما معه شهاده ولا بده مصلحه، شو بده يشتغل يعني؟ يا بالباطون يا بالعتاليه، مثلهم كلها المعطرين. اي نبيل التجارة ما بدها شهادة، يشتغل بالتجارة. بس بدها رأس مال. يجمع رأس مال. لك ليش هو معه يستفضل حتى يجمع؟ لا تقلي، يلي بده يتاجر ببلاش بيتاجر، بكلة شعر، بزر قميص، بقشرة كبريتي. ما حينزل عليه رأس مال من السماء، التجار كلياتهم بدو هيك، ونقطة انتهى، سيفي بقى روح. دكتورة ميسون داشة، انت السيدة الفاضلة عفراء البرعوض، اختصاص نسائية، خريجة جامعات باريس ولندن ونيويورك. حضرتي انا من هون ما عم بقدر اتغرب. شيلا ما بحسن شيلا غير بأوامر من أمك. عامل لك شيلا. لك أمك قالت لي حطها حطيتها، بدك يعني شيلا بتقولي لأمك تقلي شيلا لحتى شيلا؟ طيب ما بشيل. ليش لحتى شيل؟ خلي كل العالم تعرف إنك صرتي دكتورة.
بس تخرج كل العالم تعرف مرت عمي بتعرف. في لها شهر لتتخرج، مو الدكتور احمد فدان اجت جلطة. الله يا ايمو بالسلامة. لك اذا كان في امل الدكتور احمد يخرجني بعشر سنين، الدكتور سمير ما حيخرجني بمئة سنة، انا ما راح اتخرج. مين الدكتور سمير؟ العدو بدال الدكتور اعمى، بيكره الارض اللي بمشي عليها انا. سمير هي ان شاء الله. ما غيره. شلون حطوا؟ كل الاساتذة بالقسم اكبر واقدم. بس هو مدعوم اكثر من الكل. ميسون انا برايت بتقولي على غير جامعه مشان تقدري تتخرجي. هلا بدك يعني تشنطط من جامعه لجامعه مشان ماده واحده نبيل؟ ليش شو في بينك وبين الدكتور سمير كمان؟ لك نبيل ليكون هذا رفيق ابوك؟ ها لا امي، القصه وما فيها انه كان بده يعني قبل نبيل بس انا رفضته. من حيوانتي حدا بيرفض دكتور جامعه؟ رفضته لانه سمين. ليش انا مو معبي عينك مرت عمي؟ معبي ومطفطح كمان، بس كمان في شي بيفرق عن شي. لا امي، انا عندي سرماية نبيل بتسوى عشرة مثله. طيب حبيبتي فهمي انك انت تجوزتي بركي بيغير موقفه منك. اليوم قلت له، تعرفي شو قال لي؟ شو قال لي؟ طنقي ونيوذيني وهددني وقال لي لا تحلمي تتخرجي الا اذا كنتي على زمتي لك. لك الحقير ليك. طيب ليش ما بتعملي مثل ما قال لك؟ وانا لك بس لبينما تتخرج وبعدين بيرجع كل شي كما كان علي. بالله شو انا لعبك اليوم يحملها واحد بايده؟ انا بترك الجامعه كلها ولا بطلق جوزي. انا ما عم اقول لك تطلقيه، تحكي عليه بس قلي له اتطلقت وبعد ما تنجحي كبي له ميه بارده بيطلع الخازوق مدوبه. لا لا ابدا، الفكره مرفوضه نهائيا، هذا اسمه مسح لانسانيتنا. ميسون جديره بدها تنجح بمعرفها ومضطره ابدا تقعد تحت رحمه واحد مبتز. شح قاعده تحت رحمته شو طالع بايده؟ يلا نستناه لحتى ينجلط، لازم ما نقطع الامل ابدا. إلهي وسيدي مولاي، تجي قذيفة كيماوية ثلاثية المفعول، يطلع من كيماوي يفوت بكيماوي. الله يديمك يا أستاذ سمير ويمن عليك بتوب الصحة والعافية وتضلك مجحش، وما بدك غير ميسون مدري عم حل مدري عم بربط. عم يحل يا عزوة عم يحل، يا كان ما بيبلي يا حتى يعين، راح الدكتور احمد فدان في غيره مين يساعدنا يا كان. معناتها ضمننا السكنه لدوره ثانيه. دوره ثانيه سيك عجاج سيك، او نفكها وتنزل مسح لي باريس ولندن ونيويورك. ليش؟ مش هتحط لي بدالة جامعه دمشق؟ أهلين هويدا، أنا أمّا لميسون. ميسون راحت هي وجوزها طلعوا مشوار، ما بيتأخر ولا بيجوا. خبريني أنا بقول لها ماتشي؟ إيه الحمد لله على سلامته. خلاص ولا يهمك أنا بخبرها. أوكي مع السلامة. ميسون تعالي. وشك لعند ابو شهاب، روحي جيبي الحلوان. حلوان شو؟ حلوان البشاره اللي بدي بشرك اياها هلا. كمان مش الميزانيه مرت عمي؟ لا هي ما بلصتني بشي لحتى خبرها عن الميزانيه، بس تبلصني بخبرها بعود. ماما بصراحه انا ما صفي معي مصاري، بدك تبشريني البشاره ببلاش بشريني، ما بدك تبشريني استني ليبعث لي بابا مصاري. شو عم مش حدك؟ انا ما معك مصاري بلاها يا ستي، ما في مشكله. يكون بمعلومك رفيقتك هويدا هلا اتصلت. هويدا شو بدها؟ الدكتور سمير حيحه، هو طالع من الجامعه اليوم، ضربته سياره كسرت له اجرتين بنتك. عن جد عم تحكي امي؟ عن جد لك انا عن مزه ديح، يعني بشهرين ثلاثة ما بيرجع على القسم، بكون انا قدمت الفحص وتصلحت الاوراق وتخرجت. عمل رز بحليب؟ لا امي مو كل يوم رز بحليب، استني لاتخرج. لك انا اطلع رجع الارما مثل ما كانت. خلاص مرت عمي، الارما شيليها من بالك. لا ما بدي شيلها من بالي، بدي اشوف حالي فيها شوي، مستكترين علي ارما.
ينقبر الدكتور سمير يطلع قدامه شو ما عرفان حاله طالع على الاسرار. لك شو هالدكتور اللي ما بيلتزم اشارات المرور؟ اه لك هذا دكتور ولا تور؟ لك انتوا ليش زعلانين عليه؟ بكره بيطيب وبصير احسن من الاول. لك احنا مو زعلانين عليه، زعلانين لانه راح. ليش ما بدكم ميسون تتخرج يعني؟ بصراحه لا، ما بدنا اياها تتخرج، يا انا تخرجها اذى يا قلنا، يا انا بدها تاخذ الغرفه اجت تخرجت. هالحكي مو صحيح، بكره بس حط ابي تحت الامر الواقع، راح اشتري عياده لميسون مو غرفه، اربع غرف، ومو هون بابو رماني، مو جده فرعيه بشارع رئيسي. عيش يا قديش. ليش عيش يا قديش؟ الشغله قربت. ليش في بوادر؟ شفته لابوك؟ لا بس انا وميسون اتفقنا نحط الابي تحت الامر الواقع بعد ما تتخرج. اجا تخرجت ميسون ابوك رح يعترف فيها يعني؟ لا بس انا وميسون اتفقنا انه بعد ما تتخرج بنظله قصدوط لابي عشان يهج له مشاعره. لا تزعل نبيل، ابوك مشاعره مصبيه بدها تزيد. لك احنا مشان شو نجيب الولد لكان؟ مشان نزيد مشاعر ابي. وبركض زفت لكم عيشتكم وما زيدتوا له مشاعره. اسمت من هيك ما راح يصير. يقطعوكم كلكم اذى. مين عامل هالعمله؟ تعال عجاج. مرت عمي مين هيك ملغمت الارمه بالاسوه؟ ما بعرف مرت عمي، انا كنت نايم وقت اللي هن اجوا اخذوا هذا. اكيد واحد ما بيطيقك امي. ايه مزبوط. روح جيب سطل دهان ابيض ومعطلي اياها، رايحه عند الخطاط يجي يخطط لي اياها بالخط العريض. ماشي مرت عمي، لك انا غير روحي بس مو انا اكيد هذاك. ايه روح. امي ليش هيك عم تحطي مصرياتك على الفاضي؟ ما حدا مستفيد بهالشغله غير هذا الخطاط. الخطاط ما بياخذ مني مصاري. شو هالحكي امي؟ شو عم يشتغل تبرعات؟ لا كاسره عينه ماسكه عليه ممسك. ممسك ايش امي؟ المحوره متجوز تنتين، لا الاولانيه بتعرف بالثانيه ولا الثانيه بتعرف بالاولانيه، اذا طلب مني مصاري دغري ترك برفع التليفون ونقطه انتهى على التنتين. ايه بس ما بصير هيك امي، هذا اسمه شو اسمه؟ ايه اسمه ابتزاز. لكان يضحك على بنات الناس احسن خرجه بيستاهل. إذا شفقانة على البنات خبريهم، بس ما بصير هيك يعني تبتزي هذا الرجال. مو قبل ما استفيد منه بقرشين حبيبتي. يا الوحش شيتك إن شاء الله. شو ميسون شبه؟ نزلوا الأرمة. ليه؟ أنا ما رح أتخرج. شبه أمي؟ ما بعرف، كانت بالجامعة، راحت تشوف مين بدهم يحطوا بدل الدكتور سمير. حاجة تنوي، حاجة مثل الباشا قاعدة عم تنوي لي، ما بيكفيني الباشا. احكي لي فهميني شو القصة. حطوا الدكتور مازن بدال الدكتور سمير، هذا أمي مو بس بيكرهني، هذا بس بده فرصة لحتى ينتقم مني. ليش شو عملتي له؟ كان يدرسنا جلدية بالسنة الأولى، قدمت فيه شكوى لعميد الكلية. شكوى إيش؟ كان يبيعنا الكتاب غصب عنا، والكتاب ما في شيء، كان لازم كل طالب يفوت على الفحص يشتري كتاب حتى لو كان عنده 10 نسخ. حدا اشتكى غيرك عليه؟ ما حدا اشتكى غيري، اصلا انا ما كنت بدي اشتكي، بس نبيل اصر علي، قال شو مشان نفضحه. ايه شو طلع منا بعدين؟ شو طلع منا؟ شرشحني وبهدلني قدامه، العميد طبعا، وباعني نسخه غصب عني. والدكتور مازن لحديت هلا ما نسي هالشغله. هلا لساته متذكر من السنه الاولى لهلا. اليوم شافني بالجامعه وقال لي لا تحلمي تتخرجي وانا رئيسه للقسم. شب ولا في امل ينجلت من هلا يا كم سنه؟ مثل الحديد بحياته مو فايت على دكتور. بكره بتقضي طلب نقل لحلب، هون ما في امل. ما بيوافق. ليش بيوافق؟ بنقولي على اي كليه ثانيه، على الهندسه او اي فرع ثاني. بدك يعني عيد كل شيء من الاول؟ بدي مشان تتخرجي، مشان تتخرجي انت، مو مشان شيء، هون ما في قبل تتخرجي ابدا. ليش ما رح اتخرج ابدا؟ اثنين من الاساتذه قبله راحوا عن الطريق. لك كل ما هالشغله عم تتعقد عم تتعقد، الاول ما بنجحك الا اذا ابي حكى معه، والثاني ما بنجحك الا اذا تزوجتي، والثالث ما بنجحك بنوب، والرابع الله اعلم بجوز يفصلك من الجامعه نهائيا. لا لا بالبول، اذا راح هذا خلص بتنحل كل الامور، اصلا انا مو كل الاساتذه ضدي. لك مثل ما بدك على بطل اللي موقفك كليه الطب، انا شوف ورا معي.
لك تخرجي وخلصيني. صح الدحبوب والطالع لابو، صح الدحبيخ والطالع لابي، صح الدحبوب فوق عليها سبع نفخات. لا لا بقى في غلتي لك نفخت. انا شو اول مره منطبع حجاب؟ لك الشبكيه طويله سبع طويات، مالك شايفتيني عم حضر دهن الزعبوب؟ طيب ليش حتى نستنى الصدفة؟ صح تحشي باب أمام قولي عليه مساء الخير. مساء النور. سنون فوت فوت رعب باب خير. شو بكم مني؟ خود حافظينك بحجاب كمان حجاب؟ خير شو في هالمرة؟ ما بدي اكذب عليك، اللي بده يصب الدمع على حجاب لازم يكون بيعرف ما بدنا يفقوس. لك انتو شو مفكريني جني انا؟ جني؟ ساعة بتقولولي اعطوس، مرة بتقولولي اكح، لك شو ما في غيري انا؟ المواصفات ما بتزبط على واحد غيرك، مكتوب بالكتاب لازم يكون زلمة غبي. شو قصدك؟ قصدك لازم يكون ما بيك بيك بيك، لازم يضل صحيان. خد الفلوس طايق قالولي لنفسك ياها، ما بصير بيقلبوك سعدان بعدين بيأذوك. وينك؟ امسك شرب من هذا دهن الزعبوب. لازم تشرب شراب شراب. ليه ما بيصرني شيء؟ لا ما بيصرلك شراب منه، لازم تضحك كثير، اضحك وابكي، وابكي واضحك، او ام بدك يعني. المهم لا شو؟ هذا الحجاب مشان الدكتور مازن. مشان يصيبه فالج. لك لا، مشان ما تدعسه سيارة وما يتأذى من هول لسنة. يا كان. وأنا منين بدي أجيب دموع هلا؟ لك يا أخي علينا شو مالك ممثل ها؟ جبت لك فحل بصل. اهلين شلوني؟ لا 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 يا سواد وشي منك، كل مره بتتصلي ما بتكون ميسون، طلع يعشيها برا. شو عم تقولي؟ امتى صارت هالشغله؟ صار شي؟ لا 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 الله يقيمه بالسلامه. طبعا بس تجي اكيد رح اقول لك. ماشي اوكي مع السلامه. ميسون ميسون لك اطفي موتورك بدي اعرف احكي. وينك؟ بكره بوشك لعند ابو شهاب. مشان شو؟ بتجيبي لي الحلوان. حلوان شو؟ بشارت هلا اللي بدي بشرك اياها. لا تقولي لي الدكتور مازن ضربته سياره؟ لا وقعت عليه مورينا كسرت له كتفه، بشهرين ما بيطلع من المستشفى. كنا قدرت الفحص وخلصت. اقفله. قلت لك خلينا نوصل له الحجاب امبارح. لا الا بدك تخليه الصبح. خليه. لك انا عرفان انه الامور رح تصير بسرعه، قلت لحالي ما رح يلحق يصير معه شيء. القدر ضدنا يا عجوه، كل الاساتذه اللي معنا عم يتآذوا. هذا الاستاذ اللي بده يستلم مباشره بده يساوي له حجاب. وبركة ده طلع مو ضد ميسون. ساوي له حجاب تدعسه سياره. مرحبا. اهلا مرحبا. شو اليوم ما بدكم دموع؟ لا ما بدنا اياك اليوم. ايه لحتى تعرف انه انا ماني غبي. اليوم بدنا واحد ذكي. ها إذا أجلتك مزمك من واحد ناقص فهي أكبر دليل إنه أنا كامل. يا عدي ضروري تقينه هلأ عجوة. خير عمو شو بكير؟ شو عزو؟ مثل العرمة. ليه؟ حط الدكتور عواد بدال الدكتور مازن، وأنا مو بس بيفصلني من الجامعة إذا شافني بيعوزني بفين عيوني. هو علينا لك مو على اساس دكتور عواد طلع تقاعد رجعوا لانه ما في حدا يستلم رئيس قسم بعد ما راحوا البقية. وايد الدكاتره شو بهو؟ ما في غير الدكتور واصل، والدكتور واصل مسافر بيجي بعد يومين. لك ما عرفوا يستنوا نهارين يعني ما عرفوا يستنوا. بالعكس بالعكس هم استعجلوا وحطوا الدكتور عواد مشان ما يحطوا الدكتور واصل رئيس للقسم لانه ما عنده لانه مشط. فوت. شو طمنينا ما في فايده الدكتور عواد متوعد لي اذا شافني يقتلني. ليش شوفي بينك وبينه؟ طلق مرته بسببي. كمان كان يحبك؟ لا ما كان يحبني بس بسببي انا طلق مرته. لك شو خصك انت بالموضوع؟ امي كان يحب عليها شفته هو وحبيبته.
لا تروحي تخبريها. انا ما خبرتها، انا خبرت نبيل. انا خبرت مرته ومرت عمي. ومين ضربك على ايدك لحتى تخبرها انت؟ الدكتور عواد مزاود، قلت خليه ينفضح مستوى الجامعه كلها. لك حابب على مرته ينضرب، يسكت، يستر على حاله، ضروري يتوعد الناس بالقتل. ليه معه حق امي؟ توعدنا معه حق. لك ليه؟ لانه بعد الفضيحه اللي عملنا له اياها بالجامعه طلعت البنت اللي كانت معه بساحه الاموميين مو حبيبته، بنت اخته. ارجعوا وخبروا مرته. خبرناها ما كنت تصدق، قال نحن عم ندافع عنه. شو بدكم تعملوا هلا؟ شو بدنا نساوي؟ يا بينجلد يا تضربوا شي سياره. سليتوا لي عافيتي يا بيت الدادي ويا بيت البرحوت. قالوا الوضع موصوف للي انشغل باله، وانا قلت لف ادور ماله ماله. يما يما يا زاد ولا ماي. نفخ عليها ثلاث نفخات. ليش ثلاث نفخات؟ لك غيرت الوصفه مشان الدمع، هاي ما بدها دمع. ليش ما بمشي حالي انا؟ الوصفة اللي على حروف اسم الاستاذ عواد مكتوب فيها انه لازم يكون شخص قليل الذكاء، انت ما بيمشي حالك. لك بيمشي حالي؟ ليش ما بيمشي حالي؟ شايفتيني عبقري زماني انا؟ مين عم بيقول انك عبقري؟ عم اقول لك قليل الذكاء مو شديد الغباء. مسك فخ. يا مايا فخ. انت اعتبري وكانه الدكتور احمد فدان لساته بصحه وعافيه. انا برايي تروحي توجيب الفحص، وإذا تطول عليكي بنعمل شقة ضده ومنطيره. أنا برأيي تسد حلقك صهري، مع احترامي الشديد إلك. إكسكيوزي مواسي تفليب الفرنساوي. ليش مرت عمي؟ لأنه كل الأساتذة بيكرهوها بسببك. سببي أنا؟ إيه؟ لأنه أول واحد أبوك موصي، الثاني لأنه تجوزتك، الثالث لأنك فسد لمرته، الرابع لأنك دفشتها تكتب تقرير. لولاك كانت تخرجت من زمان هالطفلة. هننزلكم. لوين؟ بدي روح مشوار، نزلت عافيتي بالقعدة معكم، لك صفي وشي على العنط اصبعتين، حرام عليكم، هننزلكم. ماما ضروري تزعلي يعني؟ يعني ما معي حق أنا؟ شغلات ومضيت، مو ضروري نتذكرها هلا. لك لا مضيت ولا شيء، لك لحد هاللحظة ما عم تعرفي تتخرجي بسبب كل هالشغلات. ولو كان امي، هو شو عرفه انه بده يصير معنا هيك؟ يحسبها مثل الدب. انا رايحة ادرس. اي روحي. اكيد هي ويدا. خير يا طير. معقولة الدكتور عواد طلبته سيارة؟ الو يا لطيف، امتى صارت هالقصة؟ يسلموا ايديك يا اخي، شكرا لك، شكرا كثير. لك هيفاء هلا وقت البزل. قومي اوان اوان. شو في ابني؟ خدي تاكسي وروحي على مستشفى الغربة جوزك هنيك. شو صاير له؟ انسفق مقلاي على مصدره. هلا الرجال اللي ضربوا حاكاني. قومي على قامتي. منين الصوت؟ وينك انت؟ انا هون حبيبي هون. الله لا يوفقه، فكرني حرامي لطالي قفى باب غرفه النوم ودحني مقلاي. منيحه التفال كانت لزقت بوشي. الحمد لله يا رب. الحمد لله. لك قومي عادي هون، صورتيني صور. قومي لهون. يلا ها. دخيلكم. حجوه شوف فوتك على اوضه النوم انت. لك قال لي بحط له الحجاب تحت المخده مشان يكون مفعوله اقوى. والمقلايه شوفوا وقتها على اوضه النوم. لك شو بيطبخ باوضه النوم؟ لك يخرب بيت قلبك، هو مثل حكايتنا عنده غرفه، بس هو احسن مني انه حماته ميته. هلا دكتور جامعه اضرب اطرح، ما عنده غير غرفه واحده ما بصدقها. لك كان عنده بيت بطابقين، بس بعد ما طلقته مرته بسبب اختك الله لا يوفى، مو كاتب املاكه كلها باسم مرته، استولت عليهم. وانت منين جبت كل هالمعلومات حضره جنابك؟ حكالي فشل لي قلبه وقت اسعفني على المستشفى على الطريق. وعرف انك ساره يا ميسوق؟ لا شو يعرف؟ اذا عرف على فكره بروحني على الخالص. قال الحمد لله ما عرف. المهم عجاج حطيت له الحجاب. لك شلون بدي اعطي له الحجاب؟ ما قلت لك سبقني مقلاي. قومي قومي دعبلي لي لبنه. قومي لك ما عندنا لبنه، غير اللبنه. قومي دعبلي من قدامي. قومي. ما عم شوف. لين هويدا حبيبتي شلوني؟ لا 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 حظنا مقصر معك، نبيل اخذ ميسون على السينما اليوم. اذا في شيء انا بخبره، ولا قلي انا بخبرك شو الدكتور عواد وعد على راسه بلوكي.
ما حذرت انا؟ شو بدك الجواب على الشعره؟ خلص ويدا تكرم عينك، بس ترجع انا بخبرها ولا يهمك. ماشي، مع السلامه. بدها تتخرج يعني بدها تتخرج، القدر القدر واقف معها، ما حدا عم يقدر يصمد بوجهها. الموتور شي تو بدي اعرف احكي. ليه؟ مش الحال. بوشك بكره لعند ابو شهام. مش عاشو. بتجيبي لي الحلوان. حلوان شو؟ البشاره اللي هلا قالت لي عليها ويدا. دخلك؟ ويدا شو عرفها بكل هالشغله؟ ماما ويدا دكتورة اسعاف، بتشتغل بالاسعاف يعني بتعرف كل شيء. ليش شوفي؟ الدكتور عواد هو راجع امبارح بالعتمه بالليل على بيته وقع بالرقة. يا رب يا رب يحطوا الدكتور واصل بداله. لحظة لزبط لك ياها، لحظة فيكم ما نشوف. ايه بعرف ما عاد شوف. يلا كل الحق علي، لو ما وصلني على مستشفى المجتهد ما كان هو راجع وقع بالجورة. يعني روحت على المجتهد عمت على قلبه؟ لا، بس هو لما شافش الدم عم يشلي مني شلي نسي نظاراته بالبيت. باركولي شو ميسون؟ عينوا الدكتور واصل بدال الدكتور عواد. يعني هالمرة خلاص؟ ايه الدكتور واصل بيعدني بنت رفيقتي. الف مبروك. الله يبارك فيك، عن اذنكم بدي فوت ادرس. الله يبعث له ليزك يوقع على راسك يا رب. مين؟ الدكتور واصل. مين؟ كمل. الله، شو ماما؟ اليوم انتقلتيها للقهوة؟ لك ما بدي ابخل عليكي بشي، بدي اياكي تروحي على الفحص مصحصحه متنشطه. يلا ميسون توكلي. شبك مستعجل علي؟ لك ما بدي اياكي بعد كل الضحايا تتاخري على الفحص. يلا لا تخاف حبيبي، انا حاسبتها على الشعره، بوصل قبل نص ساعه من بدايه الامتحان، بلحق اكل سندويشه بالكافيتيريا. خذي اوريني، خذي اركبي تاكسي. وليش التكاسي؟ تاخذ سيرفيس بستة قدام باب الجامعه. لك شو بدها ربيع؟ شو بدها؟ انا ما كنت متوقع منك هالبدره ابدا. ها ليش بعزق عليك؟ مو بعزق، المناسبة بتستاهل. صبريني يا عمي، ادعولي. روحي إلهي وسيدي مولاي، تتفتح كل مداركك. أنا ما كنت متوقعك بخيل لهالدرجة لك يا ربال. مالي بخيل، بس عم بتمسخر على عفورة، لأنه طوال عمره على قولتها، هي أول مرة بتقول خور. سمعت؟ ما راح اهرب، ما راح فلتك، صرت بفلتك ثلاث مرات وكل مره بدك. هالمره ما راح اهرب عن جد، ما بدي اشرش حالي قدام الناس، انا رئيس قلم. ماشي راح فلتك، بس هالمره اذا بتهرب ما راح الحقك، بدي طخك في ارضك. في مجال تحترمني قدام مرت عمي شوي وانت عم تحكي معي مهما كلف الامر؟ انا رئيس قلم فوق. ماشي ماشي خلص، بلا فوق بلا تحت، مسوق هي لشوف. ليك اذا بتتركها بتخك. هي مسكني هي لشوف. اطول شكل. عندك عندك اضربها. ايه مش يلا مش عم تهرب؟ جيب الكريم والخرافه، جيب الشنطه، تعال جيبها. روح انت وامشي امسكها لهيك. شغلي. اهلين ابو غصن. اهلين، تفضل سيدي. تفضل استاذ نديم. ما بفوت قدامك ابو غصن. شو هالحكي؟ انت رئيس قلم، ما بفوت عليك انا. مو بيناتنا هالشغلات، بعدين الانسان مو بشهاداته ومناصبه، الانسان باخلاقه. فوت باخلاقك احسن ما تطلع اخلاقي. مسكها. شو ابو غصن؟ شايفك جاي بمهمة رسمية مو جاي بزيارة. فعلا انا جاي بمهمة. وين مرتك؟ نزل ايدك. يا مهمة صار لي كذا يوم عم اجل فيها مشان تقدر الدكتورة تقدم المادة تبعها. خير ابو غصن، خير ان شاء الله. ليش شو عاملين احنا؟ ست عفرة امسكي لشوف. شو هذا؟ قهوة. وامسكي هي. شو
سكر كمان. سكر حابب اشرب عندكم فنجان قهوه بدون ما اخسركم. عب عب هدي برتي، حدا بيجيب القهوه والسكر تبعه معه؟ يا حبيبي يا ابو غصن، انا بحب القهوه ثقيله وحلوه كثير كثير، ما بحبها لا ساده ولا سايطه. يا ريت تعملي لنا فنجان قهوه وزيدي حلاوته يا مدام عفره. هات لشوف ابو غصن من اولها، شو الجريمه اللي عاملينها نحن؟ شروع بالقتل مدام عفره. ومين شرع بالقتل ابو غصن؟ في مجرمين محترفين كثير بيحاولوا وبيعملوا المستحيل ليوصلوا للجريمه الكامله وما يتركوا اي دليل وراءهم، بس ما بيطلع بايدهم شيء. دائما هناك خيط يوصل المحقق للمجرم، فما بالكم اذا كان المجرم دب ولاول مره بيشتغل الشغله. مين قصدك دب ابو غصن؟ انتم تاركين الف دليل ودليل وراكم. دليل ايش ابو غصن؟ قلتيلي دليل ايش؟ لمين هذا الإشار؟ إشار بي ولا إيتم؟ شو جاب إشار بك لعنده؟ مو هو اللي إجا لعندي، أنا اللي رحت لعنده يا ريبار. طيب وين لقيتهم؟ أنا بعدما تكررت الحوادث مع الأساتذة الخاصين بتعليم الآنسة ميسون، قلت لحالي الشغلة مو صدفة وفتحت تحقيق في الموضوع. تحقيق ايش؟ الرجال انجلط وهي شغله خاصه بصحته مو بتاثير خارجي ابو غصن. لا حبيبي بتاثير خارجي. لو ما حدا لقالوا للدكتور تحت الجسر ونط بوشه بالعتمه ما كان انجلط. ما شو دخل عفورتي بهالشغله؟ الشبح ترك الاشار. شو ما في غير الاشار تبعي بالبلد يعني ولونه بوردو؟ هذا الاشارب اللي جبت لك فيه الشنكليش يا ست عفرة. شمي لهلا ريحة الشنكليش معلقة فيه. اللي كمان اني انا اللي ضربته للدكتور سمير حيحة. لا يا مدام، الدكتور سمير حيحة نديم اللي ضرب، انا ما بتبلى حدا. انا سيدي ما عندي سيارة اصلا حتى اضربه. مو بسيارتك، بالتاكسي. وما بعرف اسوق سيدي اصلا. ايه بس انت بتعرف تمسك الدركسيون وتقص على اليمين مشان السيارة تضرب الدكتور حيحة يلي كان واقف على موقف. جزداني سيدي. تاني مرة بس تهرب لا تنسى جزدانك بالتاكسي. حاضر سيدي. ما سيدي ما قدرت اتحمل شوفته بعد اللي عمله معي سيدي. ليش شو عمل معاه؟ قلت لحالي بروح لعنده احكي معه، بتواصلت لميسون. يعني قلت لحالي كوني رئيس قلم بجوز ما يرجعني خايب. قال لي طز الحقير، انا رئيس قلم فوق بيقول لي طز. إيه بس تاني مرة وقت بتصير معك هيك شغلة روح اشتكي، ارفع دعوة رد طز شرب بدل ما تعمل جريمة. فور الدم سيدي، بس انا الدكتور مازن ما دخلني فيه. ممكن ايه فهمت عليك، روح ضلك ماسكة حتى ما تهرب. فعلا الاستاذ نديم ما له علاقة بالدكتور مازن لانه ريبار هو اللي زت البلوكي على راسه. انا وليزي بعد معفورة اذا كان انا سيدي، انا ما دخلت بهالشغلات من اول. وهي لمين ولا جاكاتي سيدي؟ ها جاكاتي وين لقيته سيدي؟ وقت اللي شلحت نسيت وعلقت على سيخ الحديد فوق الاسطوح مشان ما تتوسع. شفتي عفورة؟ هاي الشرطه بخدمه الشعب. هيا قلنا جاكي سيدي انا ابن الدنيا عليه ما كنا نلاقي. بعدين انا رحنا بالبيت في جني. اما الدكتور عواد سيدي انا ما دخلني فيه، لا بعرفه ولا بيعرفني. فعلا الدكتور عواد ما لك علاقه فيه لانه من حصه الاستاذ نبيل. لا تقلي نسيت تنطروني بالريجر، انا ما خليت وري ولا دليل. منيتك على حالك. انت ما تركت ولا دليل، بس المخرج جاب لنا الشريط. ابو رشاد؟ لا، المخرج اللي عم يصور بالمنطقه هنيك طالع انت بخلفيه المشهد عم تدفش الدكتور عواد. شافك المصور ابو نوراس قام نزل عليك زوم حتى ما يضيع اللقطه مثل عوايده. نحن مو قصدنا ناذيهم، لا نحن مشان تتخرج ميسون، ما بنكرههم الجماعه نحن ابو غصن. وانا مشان هيك اجلت الموضوع مشان ميسون تقدم الفحص. يعني انا بعزها كثير ميسون مثل بنتي. يعني عفيت عنا سيدي حبيبي. ما بقدر ما بقدر، انا 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 بالقانون مثل حد السيف طبوا على الكل. بس رح اترككم تفرحوا بعد ما ترجع ميسون، وبالمرة بتفحصني بدري شو صاير معي. لك خلصتني. لك اطلع.
ماسكة خلصتي كان. شفتك ولا بس انت ورشة بكره بس تخرج اختك ميسوم بدك تصير تنامي بالشارع. شو ميسوم؟ ما حدا يحكي معي. شو نزلها؟ نزلها. كتر خيرك دكتور واصل، طلع قبل حلال مثل البقية. يكتر خيره، ما خيب املنا. امشي. روح قوس الدكتور واصل وارجع بسرعة مشان تربح جريمة زيادة، بدي اوصو بين عيونه. ماما الدكتور واصل ما دخله، أنا الحق عليه. ايش أنتِ شو عملتي؟ الأسئلة كلهم اجوا من ال 110 صفحات اللي مو قريانتهم. ليش الكتاب كم صفحة؟ 120 صفحة. لك مو على أساس بصمتيهم بصم؟ إيه أنا بصمت المقدمة العشر صفحات الأولانيات، ال 110 صفحات البقيانيات ما لحقت شوفهم، مشان هيك ما تذكرت شيء. مرت عمي؟ نعم. فوتي لجوا. ليش؟ لأنه بدي اصلحه كفره بالبكالوريا تبعته بدل علمي أدبي.